بسيطة. انت هتفضلي مش هتفضلي معاكي كده في الأوضة؟ هي الأوضة كلها قد إيه؟ وبعدين هتفضلي ظلموني بقى لحد إمتى يا شيخ؟ أنا مالي؟ هي اللي نطت وخدتني في حضنها. طب خدتي بالك من إيديا كانت جنب إزاي؟ فكيها بقى، دي لو عقدة بشرتك كانت فكت. عقدة بشو؟ لا هي بشي مش بشو، شنيطة. وما تسألنيش معناها إيه، إحنا بنقولها كده. لحد إمتى رح ضلك عم تحرق لي دمي؟ ما عادش اللي يحرق دمك، بس يعني بنشيل بعض. يا شيخة ربنا بيسامح العبد لما يعمل حاجة مجبر عليها. يا الله على ردودك السريعة، عندك جواب على كل شيء يا عمر؟ لا ولسه. لما تعرف إن أنا عايز أعدي عليكي بالليل أقول لك كلمتين. أنا بالليل غير النهار خالص. شوفني فين؟ خلاص بقى أنا عرفت النظام. هكلمك تنزلي لي عشان إخواتك ما يصحوش ويشوفوني. عمر والنبي يا شيخ لا توافقي. عايز أتكلم معاك كلمتين. وافقتي. هكلمك وأجي لك أرن لك تنزلي لي. يومك زي الفل. سلام. آه. حبيبي هي غنى، ما نزلتليش هطلع ليك من شعرك. مريم؟ طيب غريبة. طيب يا يحيى مش عارف اعمل ايه. اديني بقى الليمت الصغير لحسن، وحشني قوي. انا اللي قلقني ان فريده داخله على الجو ده جامد قوي وفجاه وبدون اي مقدمات. يعني لو هي داخله على الموضوع ده واحده واحده ما كنتش هقلق، انما الموضه بتاعت الدروس الدينيه اليومين دول مش مريحاني. ما هي برضه معذوره، هي كانت حتى عامل كبير جدا على موضوع الحمل ده. يعني يا حبيبي انا عارف ومقدر والله، علشان كده لا عايز امنعها ولا اضايقها، لان اول حاجه هتيجي على بالها ان مستكتر عليها انها تريح نفسها وبالها بكلام ربنا. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى والاهم، ودي السبب اللي مخليني اجل حضرتك مخصوص النهارده، انا غالبا مسافر في شغل بره مصر، مش عايز الاقيني جيت بعد فوات الاوان ولاقي حد يكون غسل لها مخها ويكون ده في غيابي. طب ما تجيب من الاخر وتقول لي ان انت جاي لي اساسا عشان اخد بالي منها وقت سفرك زي كل مره. دي مساله مفروغ منها عالمي، انا حبيت بس ارسيك على الوضع اللي انت داخل عليه علشان ما تتفاجئش. لا اطمن بلاش، انا من كتر اللي انا شفته في الدنيا في الشغل ما بقاش في حاجه تفاجئني. سافر انت واطمن بس بلاش. حبيبي عالمي حبيبي. يا عيني يا عيني على الحب. امال انا ما بينوبنيش حاجه من الحب ده ليه؟ يا خبر، هو انا اقدر؟ ده انت الحب كله. الحب كله يا قونطجي. الودوده دي كلها وروسكو في روس بعض، شكلها مش مريحني، خصوصا لما ختمت ببص الراس دي. الظاهر يا عالمي ماما بقت خبره زينا من كتر عيشتها معانا. ايوه، وعشان انا بقيت خبره برضه مستنيه ترد على سؤالي وتقول لي كنت بتتودود انت وابوك في ايه؟ مش هتسيبك. تسلم ايديك يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبي. بص لي كده ليه؟ عارفه يا فريده اكتر حاجه بحبها فيكي ايه؟ ايه؟ انك فهماني وحافظاني صم، وعارفه انا عايز اكلمك فيه. انت تكره ان مراتك تبقى عايزه تقرب من ربنا اكتر؟ والحاجه عفاف بقى هي اللي هتقربك من ربنا؟ ومالها الحاجه عفاف؟ والله اللي اعرفه ان الناس اللي عايزه تدرس الدين وتتفقه فيه بتلجا للشيوخ الدارسين. وايه المانع؟ اللي يسمعك وانت بتتكلم كده يقول انها بتدير بيتها للدعاره لا سمح الله. انا ما اتهمتهاش بحاجه وما دخلتش جوه نيتها عشان اعرف هي بتعمل كده ليه. لكن انا دخلت جوه بيتها وعارفه ومتاكده ان هو عباره عن مكان بيجمع الاخوات اللي عايزين يتفقهوا في امور دينهم ويقربوا من ربنا ويلحقوا نفسهم قبل ما الدنيا تاخدهم اكتر واكتر. إلا لو كان كلامي ما بقاش محل ثقة بالنسبة لك، وثقتك في الناس اللي بتتحرى عن الحاجة عفاف بقى أكتر من ثقتك في كلام مراتك. ما تكبريش الموضوع يا فريد. الله يهديكي. الله يهدينا جميعا يا خالد. رايحة فين؟ مش هتشربي الشاي؟ هشربه جوه عشان أسيبك تتابع الفيلم براحتك.
لسه اكتر حاجتين بيجمعوا الناس ويفرحوهم في مصر، ماتشات الكوره او فيلم كوميدي اللي نجمه بيحبوه. غير كده كل واحد مشغول باكل عيش وبيقول يلا نفسي وخلاص. انما الاستثناء الوحيد بره الحالتين بتوع الكوره والافلام الكارثه، لما تحصل كارثه زي الزلزال او السيول. بس بعد ما الازمه تتحل ترجع الدنيا تفرط من جديد. نهار اسود برضو ده كلام مفيد ويضر في نفس الوقت. طب ايه؟ الشباب مشكلته الحقيقيه انه مستني الحكومه تعمل له كل حاجه وهو قاعد على القهوه، تشغله وترفع مرتبه وتقبضه له كمان من غير ما يشتغل. الطموح اكبر من قدره الشباب على الشغل، واللي بيشتغل بجد ما بيلاقيش نتيجه فبيحبط ويكره عيشته ويدور على شغل بره. زي كده وزي ناس كتير من اللي شفتها هنا، الاغلبيه مستنيه فرصه تركب فيها البحر حتى لو بشكل مش شرعي، المهم تخلص من اللي هي فيه وخلاص. كويس قوي كده، فل. اما نشوف هما بقى هيعملوا ايه الاول في الكام ورقه دول. هيدا الولد كنس، شايف قديش حريص، حتى ورقة تتمسك عليه ما بيترك. الحكومة في وادي والناس في وادي تاني، دول عايزين من دول الأكل والشرب والسكن، ودول عايزين من دول إنهم يسمعوا الكلام ويعيشوا على قد الموجود وخلاص. دول الحكومة ودول الشعب. دول الأولانية الشعب ودول التانية الحكومة، معروفة يا باشا. تبقى اكتب بشكل أوضح حتى ما نقعد نخمن احنا. حاضر، معلش بقى أول مرة. ما هي لأنه أول مرة عم نبهك. ليه ما ضربت المثل بالمحافظ يلي مركب الكاميرات عند السكرتيرة حتى يشوف مين داخل لعنده تيعمل بزنس منه؟ مثل ما قلت لي. عشان قلت لك الموضوع ده قبل كده، انا هحكي في المحكي. طالما مش مكتوب بالتقرير يعني ما قلته، فصول بين يلي بتحكيه وبين يلي بتكتبه. انا طلبت منك تكتب انطباعك عن كل شيء، وكل شيء بتشمل كمان يلي قلت لي اياهم لما تقابلنا. ماشي الكلام. $200 عربون محبة مثل ما بتقولوا. وانت كده بتحبني؟ ما لو بتكرهني كنت هتديني كام؟ ما نحن قلنا عربون. بعدين نحن مش الجهة الوحيدة اللي بتفوت فلوس منها. يعني ايه؟ انت مش اتفقت مع سارة على توريد الكاميرات للشركة اللي بتشتغل فيها بمصر؟ وانت تعرف سارة منين؟ أنا ما بعرفها. بعرفك أنت. أنت بتراقبني؟ ليش عم تقولها بطريقة؟ في كلام أشيك من هيك. اللي هو إيه بقى إن شاء الله؟ اللي هو بحب أعرف كل شيء عن الرجال اللي بدي أشتغل معه. طب وافرض إن أنا شغال شغلانة تانية غير شغلانة الوكالة بتاعتكم دي. ده إيه دخله بقلة الفلوس اللي أنت لسه مديهاني دلوقتي؟ ليش أنت شو كنت متخيل رح أعطيك؟ اوعى ترخص نفسك وتوافق على كل حاجه. كل ما تعزز نفسك كل ما تحلو في عينهم اكتر. لا متخيل ولا بيتهيألي. انا السكه دي ما تاكلش معايا. الله الغني يا عم عن شغلانتك. بقى كل الهري ده عشان $200؟ ما عطلكش يا امور.